أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه سائلة تقول: لقد انتشر في الآونة الأخيرة عند الكثير ممن يغسلن الموتى بتمثيل تغسيل وتكفين الموتى، وذلك في مجمع من النساء وخاصة في دور القرآن، فما حكم هذا العمل؟ نحن ابتلينا بالتمثيل، والناس صاروا الآن ما يفهموا شيء إلا بالتمثيل، لأن الغرب يمثلون فنحن نريد أن نقلده. يعني بلغت بنا الغباوة إلى هذا الحد، فهذا عمل لا يصلح. تشرح طريقة التكفين والتغسيل، تشرح لهم شرحا ويكفي هذا. وأيضا إذا جاءت جنازة فأحضر عندك أو عندك أحضر عندك الذين يريدون أن يتعلموا، أحضرهم عند تغسيل الجنازة وتكفينها وهم يعرفون هذا عمليا.